أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة، نواصل معكم فيها تناول قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إحالة رئيس جهاز المخابرات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق على التقاعد. كيف تم اتخاذ هذا القرار الذي وصفته الصحافة الجزائرية بالزلزال السياسي وبنهاية أسطورة وبالقرار التاريخي؟ هذا القرار الذي أزاح من لقب في وقت من الأوقات برب الجزائر، هل قدم الجنرال توفيق استقالته كما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، خصوصا بعدما جرد هذا القرار جهاز المخابرات من أغلب أذرعه القوية؟ هل هو قرار روتيني يأتي في سياق إعادة هيكلة أجهزة الأمن، أم أنه استكمال لبسط نفوذ مؤسسة الرئاسة والاستحواذ على صناعة القرار بشكل كلي؟ كيف يرى المواطن الجزائري هذا التغيير، وهل يعتبره كافيا لتمهيد الطريق لمشروع تمدين الدولة؟ نناقش هذه الأسئلة مع ضيفي من الجزائر الكاتب الصحفي السيد فيصل مطاوي، كما يتاح لكم أعزائي المشاهدين في هذا الجزء المناقشة والاتصال علينا عبر الأرقام الذي ستظهر على الشاشة لإبداء آرائكم على حول هذا القرار. أرحب بضيفي السيد فيصل مطاوي عبر الهاتف. سيد فيصل، مرحبا بك معنا. كيف تابع المواطن الجزائري هذا القرار؟ هو المواطن الجزائري دائما الذي مبعد عن القرارات، لأن الأصل في أي دولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها أن يكون لك تفسير وإعطاء تفاصيل حول لماذا الرئيس يأخذ هكذا قرارات، لأن القرارات متتابعة متسلسلة، إقالات لجنرالات مثلا في صيف من على شكل مثلا علي بن داود وهو مدير الأمن الداخلي ومدير الأمن الرئاسي ومدير الدرك، يعني هكذا إقالات دون أن يكون تفسير، ثم نصل إلى يعني ترحيل الفريق محمد مدين جنرال توفيق من منصبه بعد 25 سنة. يعني المواطن الجزائري أولا يتساءل، هل بالفعل رئيس بوتفليقة المقعد البعيد عن الساحة السياسية، الذي لا يتكلم مع الجزائريين، لا يخاطب الجزائريين، لا يتناقل داخل البلاد، لا يجتمع بمجلس الوزراء إلا نادرا، وهو لا يظهر إلا باستقبال الوفود الأجنبية كأنه هناك تجاهل للرأي العام الجزائري، كيف لهذا الرجل بهذا الضعف وهذا الوهم أن يأخذ هكذا قرار بهذه القوة؟ طبعا هناك من يقول أن ثمت هناك حسابات سياسية، هناك من يقول ربما أن الرئيس بوتفليقة بشكل أو بآخر يريد أن يدخل التاريخ بأن يغير وجهة المخابرات الجزائرية التي ظهرت في تقوت على الأقل في ثانية القرن الماضي. نعم، طيب، يعني أولا لو نستطيع أن نفهم يعني كيف، ما هي حيثيات هذا القرار، كيف تم اتخاذ هذا القرار والتي أشرت أنت أنه يعتبر قرار قوي؟ هو هناك من قال أن الجنرال توفيق قدم الاستقالة منذ 10-11 يوم، وهناك من قال أن الرئيس بوتفليقة حضر لهذا القرار لأنه أبعد كل مقربي الجنرال توفيق، الجنرال حسان عبد القادر الأيت وعربي موجود الآن في السجن دون أن نعرف الأسباب، لأن العدالة العسكرية لا تفسر ولا تقول ماذا يحدث، رغم أن الرجل كان له منصب قوي وكبير وهو كان مكلف بمحاربة الإرهاب. جنرال آخر وهو جنرال بشير طرطاق الذي كان متقاعد والذي كان مستشارا أمنيا في الرئاسة يعود إلى يعني إلى جهاز المخابرات وهو في التقاعد، كأن هذا شيء جديد لم نره في السابق، وبالتالي ربما أن الكل كان يقول أن منذ 2013 رئيس بوتفليقة والسعد بوتفليقة ومن معهم كانوا يحضرون لهذا التغيير، طبعا بمعية الجنرال أحمد قايد صالح الذي هو تجاوز بكثير سن التقاعد، وكذلك الجنرال عبد الغني الهامل مدير الشرطة، يعني كانوا كتحضير لوجهة جديدة أو لمظهر جديد، مظهر مشهد سياسي جديد مع انتهاء العودة الرابعة، والكل يريد أن يكون له كلمة في التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة في 2019 وربما قبل 2019 برحيل رئيس بوتفليقة. يعني هذا القرار يحضر لما سيأتي فيما بعد. من المعروف أن الرئيس بوتفليقة كان يحظى بدعم قوي من الجنرال توفيق، بل أنه هو من جاء به إلى الرئاسة، يعني هل انقلب السحر على الساحر الآن بهذه الإقالة؟ هو
وممكن رئيس بوتفليقه لا صديق له. تعرف ان رئيس بوتفليقه كان قيل ان الجنرال العربي بالخير، تعرف العربي بالخير مات، وقيل ان العربي بالخير هو الذي اثر على جنرالات الجيش واصحاب القرار بان يكون هو خليفه الجنرال زلوال في 99. مات العربي بالخير ولم يحضر بوتفليقه حتى الجنازه، يعني الرجل ليس له اي صديق، وبالتالي فهو له حسابات اخرى، حسابات سياسيه، بعض الحالات حسابات ضيقه. وقد تقول يمكن تقول انقلب الساحر على الساحر، لان جنرال توفيق بعض جنرالات الجيش منهم مثلا الجنرال او الفريق محمد العماري والفريق والجنرال اسماعيل العماري وغيرهم كانوا ضد ترشح بوتفليقه على الاقل عوده ثانيه، وهو قال لا يجب ان يبقى هذا الرجل في منصبه ويبقى رئيسا، وهي امور تتطور بهذا الشكل. لكن يبقى ان جنرال توفيق يعني طاعن في السن 76 سنه، يقال انه مريض، وهو بقي متربع على عرش المخابرات فتره 25 سنه، وبالتالي فكان بعضهم يقول ان من المنطقي ان يرحل الرجل في هذه الفتره. طيب ابقى معي سيد مطاوي، نبدا في استقبال مجموعه من الاتصالات. اخذ اولا دكتور خياط، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. هناك قضيه زياره القاضي الفرنسي للجزائر. نعم. فيما يخص اغتيال رهبان تيبيرين، ولما منعت السلطات الجزائريه اخذ العينات الى باريس، قرر القاضي الفرنسي اتهام المخابرات الجزائرية فيما يخص هذه القضية. لذا جاء الرئيس الفرنسي بسرعة فائقة إلى الجزائر وطلب من السلطات الجزائرية وطلب من رئيس المخابرات أن يترحم من منصبه، وربما تكون هناك قرارة أخرى سريعة في الأيام المقبلة في هذا الأمر. نعم جميل، شكرا دكتور خياط. سيد مطاوي، يعني ما رأيك في هذا الكلام الذي تفضل به الدكتور خياط، وأنه يعني عبارة عن تدخلات فرنسية؟ سيد فيصل، سيد فيصل تسمعني؟ إذا يبدو أن السيد فيصل مطاوي لا يسمعنا. إذا أعزائي المشاهدين، في هذا الجزء من هذه التغطية الخاصة نتناول قرار الرئيس بوتفليقة بإحالة الجنرال توفيق على التقاعد. كيف تلقى المواطن الجزائري هذا القرار؟ تسمعني سيد فيصل؟ نعم أسمعك. نعم. طيب استمعت إلى ضيفي الدكتور خياط حول التدخلات الفرنسية في هذا القرار، كيف ترى هذا الرأي؟ هو فيها صعوبة بأن نصل لهذه النتيجة طبعا، لأن العلاقات بين المخابرات الجزائرية والمخابرات الفرنسية تبقى قوية، وحتى في التسعينيات القرن الماضي يعني رغم كل ما قيل فإن القوة كانت هناك، ولكن هناك من قام بتحليل، لأن رئيس بوتفليقة بقي تقريبا 80 يوما في فرنسا عندما كان في المستشفى في 2013، وهناك من قال أنه ربما كان هناك تأثير فرنسي بشكل أو بآخر حول بعض القرارات، ولكن هل يعني إدخال أو إضعاف من المخابرات في هذا الوقت الراهن في وقت فيه تحديات كبيرة، الجزائر الآن مهددة يعني في منطقة الساحل الصحراوي، إرهاب في ليبيا، وضع غير مستقر في مالي إلى آخره، هل سيخدم من يخدم مصالح من؟ وبالتالي فربما كما تقول أغاثا كريستي الكاتبة البريطانية، هل هناك أحد يستفيد من كل هذا؟ طبعا لذا أنا قلت أنا من الضروري أن يكون هناك تفسير لقرارات بهذا الحجم، لا يمكن أن تطلع ببيان وتقول أنك أزحت هذا وذاك ولا تفسر. طيب جميل، نأخذ أيضا اتصال آخر معي، نبيل من لندن، تفضل نبيل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أنا ما فهمش السياسة بالحد، بس عندي سؤال إلى ضيفك. نعم. ما هو اسم الجنرال توفيق بالكامل، الاسم واللقب كان يقدر، الله ينورك، وأي مشاهد كان يقدر يعطيني هذه المعلومة، والسلام عليكم. طيب وعليكم السلام، هذا تساؤل يسأل عن الاسم الكامل للجنرال توفيق، هذا الجنرال الذي وصف بالخفي. سيد مطاوي هل من إجابة؟ هو اسم الجنرال طبعا الكل يعرفه، هو الفريق محمد مدين من مواليد تيزي غنيف بولايه تيزي وزو، له يعني وتكون في موسكو يعني فيما يسمى بدفعه السجاد الاحمر لو تابيغوش مع من خلفه الان في المخابرات الجنرال عثمان طرطاق، لانه من مقربين له، وكان ويعني ظهر الى الواجهه مع العقيد شاذ بن جديد في نهايه السبعينيات، وعندما
عندما كان في وهران، ثم أتى به شادي بجديد للرئاسة حيث كان مسؤولا عن الأمن الرئاسي، ثم تسلق فيما بعد في عدة مناصب عسكرية إلى أن وصل إلى جهاز المخابرات بهذا الشكل، لأن المخابرات لم تكن بهذا الشكل في السابق، كانت تسمى بالمخابرات العسكرية سيكوريتي ميليتير. والجنرال مدين هو الذي ربما أعطى هذا الطابع بين الاستعلام والأمن والتكوين والهيكل الحالي كان من صناعة الجنرال مدين. طيب ابقى معي سيد مطاوي، نذهب أعزائي المشاهدين لمتابعة هذا التقرير سويا ثم نعود. تغييرات بحجم زلزال سياسي في الجزائر. الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين رأت أن رحيل الفريق محمد مدين المشهور بالجنرال توفيق من قيادة المخابرات يشكل نهاية حقبة في تاريخ الجزائر دامت ربع قرن، وخصصت كل الصحف عناوين صفحاتها الأولى لنبأ إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعلام والأمن، التسمية الرسمية للمخابرات الجزائرية وتعيين اللواء المتقاعد عثمان طرطاق خلفا له. كتبت صحيفة الخبر في صفحتها الأولى عنوانا كبيرا: الجنرال توفيق نهاية الأسطورة، مرفقا بصورة مرسومة للجنرال يحمل سيجارا، وهو أمر لم يحدث أبدا طيلة 25 عاما امتنعت خلالها الصحف عن نشر أي صورة للجنرال الخفي. كتبت الصحيفة أن الرجل بنيت حوله أساطير جعلته الحاكم الفعلي للجزائر فوق كل المؤسسات الدستورية للبلاد، ووصل بالبعض إلى وصفه بإله الجزائر. وعلقت صحيفة الشروق على رحيل الجنرال اللغز بأنها نهاية مرحلة عمرها ربع قرن. ولاحظت صحيفة ليبرتي أنه في الوهلة الأولى يبدو أن الأسطورة سقطت بدون ضجيج أو تداعيات على جهاز تغلغل في كل المؤسسات السياسية والاقتصادية للبلاد. وأنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهام مدير المخابرات الفريق محمد مدين بعد 25 سنة من شغله المنصب، شهدت خلالها الجزائر تعاقب 6 رؤساء جمهورية على الحكم و12 رئيس حكومة. وبالنسبة لصحيفة ليبرتي الناطقة بالفرنسية فإن الجنرال رحل بعدما وجد نفسه عاجزا أمام تفكيك جهاز الأمن الذي بناه وسيره بيد من حديد خلال ربع قرن، لدرجة وصف فيها بأنه صانع الرؤساء. أما صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية هي الأخرى فاعتبرت أن السلطة حذرت الرأي العام خلال العامين الماضيين بشكل لم يعد ينتظر معه إلا سماع خبر رحيل الجنرال توفيق. ومنذ عام 2013 شهد جهاز المخابرات تغييرات كبيرة شملت تجريده من كثير من الصلاحيات، بداية من السيطرة على الإعلام الحكومي إلى التحقيقات في قضايا الفساد، وانتهت بحل قوته العسكرية الضاربة فرقة التدخل والأمن، ما جعل صحيفة لاتريبين تتحدث عن نهاية حقبة وبداية أخرى جديدة بالنسبة للمخابرات الجزائرية. اهتمام الصحف الدولية بهذا الزلزال السياسي في الجزائر كان بارزا. انتهى ما يسميه الفرنسيون وهم أكثر متابعة للحاصل الرئاسي المخابرات بالجزائر بالنظام الثنائي القطبية بإحالة الفريق توفيق على التقاعد. اهتمام الصحف الدولية بهذا الزلزال السياسي في الجزائر كان بارزا. انتهى ما يسميه الفرنسيون وهم أكثر متابعة للصراع الرئاسي المخابرات بالجزائر بالنظام الثنائي القطبية بإحالة الفريق توفيق على التقاعد. صحيفة لوفيغارو الفرنسية قالت في تقرير لها عقب حل الرئيس بوتفليقة جهاز النخبة في الدياراسة إنه ورغم ذلك فإن المخابرات الجزائرية لا زالت دعامة بقاء النظام الجزائري على حاله رغم الحملات المباشرة التي تقوم بها الرئاسة ومحيطها. مواقع وصحف بريطانية اهتمت هي الأخرى بالحدث ورأت أن الرئيس الجزائري يظن من خلال تسريحه للجنرالات أنه انتصر، ولكن الحقيقة أن جهاز المخابرات أكثر تعقيدا وقوة من أن يموت. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، كما أذكر أن بإمكانكم الاتصال علينا على الأرقام التي تظهر على الشاشة للتعبير عن رأيكم حول هذا القرار. أعود إلى ضيفي من الجزائر سيد فيصل مطاوي، يعني هل يقود هذا القرار إلى تغيير جذري في السياسة الجزائرية؟ هل نشهد ما يبشر به البعض من دولة، مشروع الدولة المدنية؟ لا أعتقد ذلك، يعني مشروع الدولة المدنية بأن تكون الجيش يعني خطة واضحة في دوره، لأن يعني تعرية المخابرات بتقوية هيكل أركان الجيش يعني أنك لا تغير أي شيء، لأن أغلب صلاحيات جهاز المخابرات مثلا من أمن الجيش ومن الاستعلام ومن العمل الإعلامي ومن محاربة الجاسوسة أعطيت للجيش، بينما الآن في كل دول العالم في كل بقاع الدنيا في الدول التي متقدمة ومتحضرة
الحاضرة أجهزة المخابرات يجب أن توضع تحت الرقابة المدنية، يعني عن طريق وزارة العدل والبرلمان أو إلى غير ذلك من الأمور، تمدين الجيش ليكون بتمدين الحياة السياسية يكون بإعطاء دور قوي للبرلمان، يكون بتقوية واعتبار الأحزاب السياسية كمؤسسات في الدولة، بتقوية المجتمع المدني، بإعطاء يعني قوة كذلك للمشهد العمومي، يعني ما تترك الناس تتظاهر بكل حرية في الشارع، لأن تلاحظ أن في المدة الأخيرة على الأقل منذ مجيء رئيس بوتفليقة للسلطة أعطى دور كبير للشرطة مثل ما كان نظام بن علي في تونس، وبالتالي فأنا لا أعتقد أن هكذا قرارات ستغير أو ستمدن الحياة السياسية في الجزائر، رغم أن بوتفليقة يبقى أول رئيس مدني يحكم الجزائر منذ الاستقلال. جميل، أخذ هذا الاتصال من عبد الوهاب، تفضل. أولا السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا مشاهدي قناة المغربية. فيما يخص موضوع اليوم اللي هو تقاعد فريق توفيق، نعم يا أخي، أو استقالته، الوضع في الجزائر يبدو أنه قد أبان على ضعف كبير. عندما يا أخي رئيس مريض لم يكلم شعبه منذ سنتين، ونرى من يقود أركان الجيش، ونرى من يترأس أكبر حزب الجزائر جبهة التحرير اللي هو معروف هذا فعلا كان إنسان باتريوت وكان إنسان يقبل وكان كذا، فالأمور في الجزائر أصبح منخفض على الوضع في الجزائر. نعم يا أخي، فهذا توفيق يا أخي ما نكبروش الوضع ونقول بأنه هذا إنسان 76 عام خلاص تقاعد عادي وعادية، ولكن المشكل والمصيبة الكبيرة هو أن من يحكم الجزائر الآن؟ هذه المصيبة، لأن يعني رئيس مريض يا أخي، رئيس ميت تقريبا، رئيس متوفي، من يقود الجزائر الآن؟ من يحكم الجزائر؟ أما قضية التوفيق فالتوفيق أي جزائري أدى مهامه وحمى الدستور وحمى الجزائر ومع رجال واقفون، فهذو ناس شرفاء من أحرار الجزائر، إحنا من أحرار يا أخي، لا تهمنا الجزائر. أما بوتفليقة فهو أصلا مغربي، فجاء ماشي فتت الجزائر، هو أخوه من معي فتت الجزائر وحقه الجزائر. طيب يا سيد عبد الوهاب، يعني نعم، بلا 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 جيش وحقه الجزائر، أنا أصلح موجود في المغرب، جاء ماشي حقه يلتقى من الجزائريين، والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا. أعود إليك سيد فيصل مطاوي، يعني هذا القرار أشرت أنه لا يمهد لهذه الدولة المدنية، وإنما يعني كرس السلطات في يد الجيش، إذن لماذا نقل السلطات هذه من المخابرات إلى الجيش؟ من المستفيد من ذلك سيد مطاوي؟ هو المستفيد محيط رئيس بوتفليقة طبعا، لأن لا توجد خطة. الموضوع الأمني يجب أن يصبح موضوع عمومي، يعني طبعا إلا الملفات السرية المتعلقة بمحاربة الإرهاب أو التخريب، هذه الأمور يعني تتعلق أو تهم المصالح الأمنية، أما فيما يخص إعادة الكلفة أمر يهم كل المواطنين، يعني لماذا لم يشارك المواطنين في هذا الموضوع؟ لماذا لم يشارك البرلمان؟ لماذا إعادة هيكلة المخابرات تتم بهذه الطريقة كأن هناك تصفية حسابات، والكل يعني في الخارج اتصل في الكثير من الزملاء من كل وسائل الإعلام العالمية، ونفس السؤال يطرحون ما يقولون أن هناك تصفية حسابات وهناك إضعاف لدور المخابرات ومن يستفيد من هذا، وكما كان يقول الرجل قبلي من يحكم الجزائر، هذه التساؤلات موجودة في الساحة ومكروعة، وبالتالي في غياب تفسير حول الرؤية التي يريدها رئيس بوتفليقة، على الأقل رئيس بوتفليقة بشكل آخر يعني يتكلم مع الجزائريين، يخاطب الجزائريين ويقول هذا ما أريد من جهاز المخابرات، هذا ما أريد من الجيش، هذا ما أريد في الرؤية الدفاعية لبلاد الجزائر بحاجة لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الأجنبية، كل هذه الأمور غير موجودة، وبالتالي في كل أسئلة يعني مشروعة. طيب شكرا جزيلا سيد فيصل مطاوي الكاتب الصحفي، حدثتنا من الجزائر. أعود وأخذ كمال من فرنسا، تفضل كمال. أهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور، تفضل. بالنسبة للتغييرات في الجزائر نظن أنه أمر طبيعي جدا، نعم، بعد حل دياراس وكل ما لحقه وتبع الجيش الوطني الشعبي، أنا نظن هناك عمل جدي في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لإزاحة توفيق وأمثال توفيق. يعني أنت ترى أن القرار طبيعي يأتي في ضمن إعادة هيكلة هذه المؤسسة الأمنية؟ هناك قرارات كثيرة داخل الجيش الوطني الشعبي
لتنقية بعض المجرمين الذين أجرموا في حق الشعب الجزائري في الفترة في فترة التسعينات، وهذه الفترة المناسبة لحل كل هذه الإشكالات. هل تعتبر أنت توفيق كمال أن الجنرال توفيق هو مسؤول عن هذه الفترة فترة التسعينات؟ بطبيعة الحال هو المسؤول الأول على هذه الفترة، مع جبار مني، مع الجنرالات اللي راح في السجن، هذا كل جزائريين يعرفون هذا بالأدلة والوثائق، يعني ما فيهاش نقاش. طيب شكرا كمال. لدي محمد من قسنطينة، تفضل محمد. ألو. نعم شريف. شريف من قسنطينة. تفضل شريف، أهلا وسهلا. كيف ترى هذا القرار إحالة الجنرال توفيق على التقاعد؟ بارك الله فيك أخويا. شوف، الجزائر بكل التوفيق، والجزائر بكل بوتفليقة، والجزائر فيها رجال، وكما قال على والي بومدي الدولة لا تزال بسواد الرجال. عندنا رجال ونطلبوا إن شاء الله رب العالمين. ألو. نعم ألو. تفضل شريف. أخويا نطلبوا رب العالمين إن شاء الله الرجال ما يخلصوش من الجزائر. طيب شريف، أنت تعتبر هذا القرار إيجابي بالنسبة للمواطن الجزائري؟ ألم؟ شريف تسمعني؟ ألم؟ نعم، هل تعتبر هذا القرار إيجابي بالنسبة للمواطن الجزائري؟ هل هو مصلحة المواطن الجزائري؟ لا ترك هذا قرار لازم. أسمع، احنا شوف كان فيها بن بلهجب ومديجة بن خدة فرحة عباس، الناس عندنا رجال كثيرة بارك الله فيك، هذا كان حتى مشكل. ألو؟ طيب شكرا شريف. لدي محمد أيضا من الجزائر. محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف رأيت هذا القرار محمد؟ والله قرار هو ما يفيد ما يضر الشعب الجزائري، يعني هذا صراع في كما نقولوا في السلطة فقط. نعم. ونتوقع بلي ألو. اي تفضل. قلت لك نتوقع بلي راح يعني ممكن راح تروح للتورية، والله اذا كان ممكن صراع الحاجة هذه فقط. إذن هو صراع بين السلطات حسب ما تعتقد يعني؟ يتصارعوا من أجل المكاسب المالية ومن أجل السيطرة، اللي هم كلهم متهمين حرب على كل شيء. طيب السلام عليكم. شكرا. لدي حميد من لندن. أهلا أخويا، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا حميد. يعني ما هو انطباعك في هذا التغيير؟ هذا التغيير أخويا شوف، هذو ما كبروا وضمدوا الاستقالة. نعم. ثم خلاص كبروا، وهادو ما اللي شاركوا في الحرب في 92 على الشعب الجزائري. هذا جنرال توفيق أخويا، هذا كريمينار أخويا، هذا يا اقتل ناس أخويا. هو اللي كان يمد الأوامر، هو وحبابه، هم عنده كمشة. نعم. كمشة بالعقل يزيدوا يمدوا الاستقالة. هادو اللي قتلوا الشعب أخويا. الشعب في هذاك الوقت 92 أخويا انتخب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، انتخب ونهار انتخب الجبهة الإسلامية للإنقاذ أخويا. هادو ما حبوش الشعب كما يقول لك يولي ديمقراطي، قال لك احنا لا الدين ما نحبوش أخويا، نحاربوا الشعب. هذا قتل ناس يا ناس، هذا قتل ألافات دخل هالقبر أخويا. ذكره هو مواطن، هذا يقدر بقي يشارعوه أخويا، ويجب تتحابه لازم. هل تعتقد محمد، يعني هل حميد عفوا، هل تعتقد ان مطلوب محاكمة هذا الجنرال؟ لازم يحكموا له ويحكموا اصحابه. ام كاينكم شان بيناتهم خويا، يجبد هو وعنده الدوسيات، شافت لهم دخلوا القبور الالافات اخويا، قولوا تاع بنطلحه اخويا، الالافات دراري صغار اللي ذبحهم في بنطلحه، هو اللي مد الاوامر اقتل. ثم ضرب هذا، ضرب الشعب بالشعب، بالعسكر، هذا قتال أخويا. شكرا حميد. لدي أمين من فرنسا، تفضل أمين. لك الفضل والشكر الأخ، السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. بالنسبة للموضوع تاع الفريق توفيق. نعم. هو الأخ اللي تسأل سؤال وجيه، يعني قال يعني هل هذا القرار يفيد الشعب الجزائري أم لا؟ ما رأيك أنت؟ ماذا تعتقد؟ أنا بالنسبة لي الأخ، هو قرار تاريخي. فهموا بلي هو قرار تاريخي وقرار مهم. الآن هل هو قرار إيجابي أم لا؟ أنا واحد ما يقدر يعرف، لأنه علاش سبق وأنا تمنيت لو كان نقدر مع لو كان هذا السؤال يوجه للأخ مطاوي اللي كان معك في الجزائر. نعم. يعني
الان اذا خذينا احنا الجنرال توفيق يعني بعد كل شيء هو قائد بارز في المخابرات 25 سنه من القياده على راس اهم جهات في الدوله الجزائريه. نعم. لكن الان لما خرج على التقاعد اكيد هناك تبعات، اكيد هناك ارث ثقيل كما كان يقول السيد اللي قبلي، مجزرة تاع بن طرحه علامه استفهام كبيره. كاين مجازر بزاف صرا في الجزائر اللي هناك كما يقول لك هذا الجنرال لديه الدماء على اليد الى دي سون سيغ لي مان. الان كي نجيو نشوفوا شيء اخر، من الذي خلفه الان؟ هو الذراع الايمن تاعو، وبالتالي فانا ما نقولش باللي الرئيس فوق معركه كسر العظام كما يسميوها، لا، هناك توافق. هذا قال له انا نروح لكن لا اريد وجع راس من خلال متابعات قضائيه من بعد. يوغا با دو بورسويت جوديسيير، انا نكمل جو في كونتيني ما في اون بي، اعيش في سلام الى ان اموت. وهل ما يقول لي اسمع راك مطرف في قضيه معينه؟ وبالتالي هنا اذا اذا كان هذا التغيير كما راك تقول انت على هو قرار ايجابي، لو كان قرار ايجابي وصح الدوله مثلا. طيب يا امين. نعم. نعم. ألا تعتبر أن الرئيس يعني يحاول أن يجمع سلطات اتخاذ القرار بيده بدل أن تكون موزعة بين المخابرات، بين الجيش، بين كان ثلاث مؤسسات يعني؟ شوف يا الأخ الكريم، هو مبدئيا إذا كان خذينا الأمور بنوع من السطحية والبساطة نقوله صح. الرئيس بوتفليقة الآن يتفوق وأراد أن يؤسس دولة مدنية في الجزائر، يعني معك بصح الواقع لا، الواقع مش هذا. الواقع كاين واحد السياسه تاع التوافقات كما نقولوا حنا، سيتي بوليتيك ديكيليبر. كل واحد دير انت ما تمسنيش وانا ما نمسكش، انت معليش ادي الشعار اللي تفوقت، معليش ادي انت، باسكو بوتفليقه انسان يحب بزاف كما نقولوا البريستيج، يحب يبان هكذا بلي فوالا. ولكن الواقع واقع الحال ماشي هذا، هو واقع الحال دار لنا واحد اخر اللي هو اكثر دمويه من الجنرال توفيق. طيب جميل، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا امين. لدي رياض من بريطانيا. رياض تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا اخي. انا للمشاركه فقط اريد ارد على بعض المتصلين على اللي قالوا يعني الجنرال توفيق يعني من الشرفاء. هذا الجنرال طاغي مجرم، تاريخ تاعه مجرم. هذا كل الجرائم اللي صارت في الجزائر من 90 وروح حتى الآن، هو جنرال توفيق، جنرال خالد نزار، هذو مجرمين طواغيت، هذو رملاء فرنسا، هذو الذين كانوا يقاتلون ضد الجيش الجزائري، ضد جبهة التحرير الوطني. هذو طواغيت ليس لهم علاقة لا بالوطنية ولا بالإسلام ولا بحتى شيء. سبحان الله، أنتش بعض الناس يعني يقول لك شرفاء، هذو شرفاء، أي شرفاء؟ يعني الناس جاهلة يعني الدرجة هذه، سبحان الله العظيم. ناس طواغيت، هذا اللي قتل بوفياف، هذا اللي جاب بوضيه في فرنسا وقتلوا. طيب. كلهم طواغيت، جنرال توفيق، العماري، خالد نزار، كلهم طواغيت مجرمين حرب، هذو مجرمين حرب. طيب رياض، يعني أنت تعتبر أن هذا القرار أتى في وقت صحيح يعني بهذه الإقالة؟ هو القرار اللي حدث الآن هو صراع بين السلطة، بين بوتفليقة والمخابرات، معروفة، بوتفليقة سيطر على الرئاسة، سيطر عليهم، تغلب عليهم في كل شيء. بتاع يعني واحد بواحد، مش يعني توفيق هو الآخر، يعني الضربة الأخيرة، يعني الضربة القاضية المخابرات، هو الجنرال توفيق، هو بدأ من قبل، من العهدة الثانية بدأ يعني كما نقول إحنا بدأ يعني بقليل، يعني كما نقول إحنا مش بسرعة، بدأ بشوي يعني بشوي أسقطهم واحد بواحد. هي صراع مخابرات. طيب. ما يقول لك إعادة مخابرات وترميم المخابرات وما عرف لا شيء. هذا بوتفليقة. شكرا رياض. سعيد كلهم ضد المخابرات الجنرالات حتى أسقطهم، الآن اللعبة بيد بوتفليقة. طيب شكرا رياض. نعم. لدي كمال من الجزائر. كمال، هل تعتقد أن اللعبة أصبحت بيد بوتفليقة، أن أصبح يملك السلطة كاملة؟ فقدنا الاتصال مع كمال. لدي عاشور تفضل. ولكن فضل الشكر عاشور. وي لكن فضل انا التوفيق. انت على الهواء تفضل. نعم، ما رايك في اقاله الجنرال توفيق؟ يا اخويا اقالته ما قاعد ما دام بوتفليقه، ما دام صحاب بوتفليقه ما زالوا بوتفليقه، ما يقتل ما يحيي ما يخرج واحد ما يدخل واحد ما على باله حتى بحاجه، والو ما كانش منها.
عامين هو ميت، بالك راه ميت خلاص وريه في الفوطو نتاعو. ما كانش منها سعيد وسلام ويحيى، هذم هما الدولة، هذم هما الجزائر، هذم من حيوي قلبو يدير. بالك ما تفهموش، بس ما كان حاجة ما تفهموش عليها. قالك استقال والله هو اللي خرج الروح والله ما نعرف باش يدرقوا الحالة. ويقول لك بوتفليقة، بوتفليقة وين راهو بوتفليقة هذا؟ وين راهو بوتفليقة هذا؟ أعطيونا بوتفليقة سيدي نهار من نهارات يخرج يهضر معانا. معليش أنا راني متقاعد والحمد لله وخدمت ودرت بالصح. هذا أبو باش اسمه نعرفه، نعم نعرفه قبل، نعرفه قبل ما يجي من الروس. وكي جا من الروس هو زروال ومامن الصديق درك راه حتى هو جنرال ثاني بزاف. المهم شو اسمه. طيب عاشور، يعني كيف كيف ترى التعيين الجديد في هذا المنصب؟ يعني طرطاق راح يطرطق كل سر في طرطاق، هذا راح كل شيء يطرطق. طيب جميل، شكرا عاشور. لدي اسماعيل من الدوحه. اعيد سؤال من فضلك، اعيد سؤال من فضلك. اسماعيل انت على الهواء، يعني قرار اقاله الجنرال توفيق، كيف ترى انت هذا القرار؟ نعم. هذا الجنرال الذي يعني كان على راس جهاز المخابرات لمده نعم. ربع قرن. والله شوف، اقاله الجنرال توفيق هو اقاله رمز من رموز الدوله، دار اللي عليه ويسمح يسمح للناس اللي نهبوا واللي تحاكموا واللي مش متحاكمين بالاستمرار في اللي هم عليه. يعني غير المحاكمة، هذا وش عندي نقوله. وشكرا. طيب. لك شكرا لإسماعيل. إذن أعزائي المشاهدين، هذه كانت بعض آراء المتابعين لهذا القرار، ردود أفعالهم. أنتم بإمكانكم أيضا الاتصال على الأرقام التي تظهر على الشاشة للتعبير عن آرائكم. هل تعتبرون هذا القرار هو في صالح المواطن الجزائري؟ هل يساهم في مشروع الدولة المدنية؟ نأخذ اتصال. ربيع من الجزائر، تفضل ربيع. ربيع تسمعني؟ ألو. نعم. نعم تفضل ربيع. نعم راني نتبع في برنامج تغطية خاصة. نعم تغطية خاصة حول عزل الجنرال توفيق. اي عن الجنرال توفيق. نعم. اخي انا جزائري وأجير على بلدي. اوكي تمام. الو. اي تفضل. ألو. تفضل. نعم انا جزائري وأجير على بلدي. طيب هذا القرار تعتبره قرار يعني سليم في هذا الوقت؟ ولكن يا اخي نحن مرينا بعشرية سوداء ومرينا بمحن هنا في الجزائر، ورانا نشوفوا رانا نلاحظوا هنا في الميشن عندكم كل واحد ويجيب الفتنة، راهم يعاودوا يردون الفتنة. نعم. يتنحى هو هذا الجنرال توفيق ولا هذا بيد رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية هو اللي يحكم، هو الحاكم الأول والأخير. طيب جميل شكرا ربيع. لدينا أم ربيع أيضا من الجزائر، تفضلي أم ربيع. مساء الخير خويا. اهلا وسهلا تفضلي. انا فرحانه اني ميته بالسعاده كي نحوا داك الجنرال توفيق. لماذا ام ربيع؟ خويا لماذا يعني لماذا فرحانه؟ يعني ليش فرحانه؟ اني ما تعرفش كيف من البارح اني ميته بالسعاده. وام خاسي ماشي اللي بعثوا لنا رتخات. راك تسمعني؟ ايه اسمعك. نعم تفضلي. ايه ام خاسي ماشي يبعثوه مع خاتي، يبعثوه مع صاحبو هذاك جنرال حسن. باسكو هذا دار الموكل اللي ما دارتوش فرنسا هو دارو. نعم. احنا انا علاش راني فرحانه وكاع، احنا العائله تاعي تمست، كان يجينا واحد دالنا كاع الاراضي تاعنا اللي جايه في واحد المنطقه يقولوا لها بني حواء جايه على البحر، دونا كاع ارضنا باسم الحيازه. وكان هذا اللي دانا ارضنا حنايا كان يجي ويقول لنا انايا وليدي لا مالي فريد البرادروا تاع الجنرال توفيق، وتزيدوا تحلوا فمكم ولا تشتكوا نجيب لكم لي ليكوبتر وتركبكم
وتديكم ترميكم أولارش يأكلكم الكروفات باسم جنرال توف. نعم. طيب. أخويا. طيب شكرا أم ربيع، حدثتنا من الجزائر. إذن أعزائي المشاهدين، تلقينا اتصالاتكم في هذا الجزء من التغطية الخاصة للمشاركة حول قرار إحالة الجنرال توفيق على التقاعد. شكرا لتواصلكم معنا، على أن نلقاكم في حلقة أخرى، وتستمر التغطية لهذا المساء حول هذا القرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.